انت عارف ان الدنيا مقلوبة بسبب اكتشاف جثث حقيقية لكائنات فضائية هنا على الارض. القصة بدأت يوم 12 سبتمبر اللي فات لما اعضاء الكونجرس المكسيكي كانوا موجودين في جلسة استماع خاصة بقانون حماية المجال الجوي الـ UFO، وفي خلال المناقشة العلنية شافوا وسمعوا شهادة صحفي وباحث في الظواهر الشاذة الغير معروفة الـ UAP بيقدم فيها دليل واضح وحقيقي اننا مش لوحدنا في الكون. وقدم الصحفي ده صندوقين موجود فيهم جثتين متحنطين لكائنات فضائية، وقال انه لقاهم في دولة البيرو في سنة 2019. وعلى حسب تحليلات جامعة المكسيك الوطنية المستقلة بيقدر ان عمرهم ممكن يوصل لأكتر من 1800 سنة، وان اختبارات الحمض النووي ليهم بتأكد انهم مش كائنات موجودة على كوكب الارض ولكنها شيء خارج حدودنا البشرية. فيا ترى هل الجثث دي دليل على وجود حياة فضائية خارج كوكب الارض، ولا الكائنات دي عاشت معنا على نفس الكوكب في حضارات سابقة؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة، وهاخدك في رحلة ممتعة هتعرف فيها حكاية الجثث الفضائية دي، وهل الموضوع حقيقي ولا فيك، وايه الادلة العلمية اللي بتدعم صحتها. بس قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. الحكاية كلها بدأت يوم الثلاث اللي فات اللي هو 12 سبتمبر في مدينة مكسيكو في المكسيك، لما تم عقد جلسة استماع للكونجرس المكسيكي، واللي تعتبر أول جلسة من نوعها لمناقشة الأجسام الطائرة المجهولة. وقتها عرض الصحفي وطبيب العيون جيمي موسن أو خايمي موسن بالأسباني قطعتين أثريتين لأجسام كائنات غير بشرية، أو بمعنى آخر كائنات فضائية، وقال لهم إن الجثث دي لقاهم سنة 2017 في منجم في دولة البيرو في صحراء مدينة ناسكا الساحلية الرملية، وقرر بعدها ياخدهم معاه للمكسيك علشان يفهم إزاي حافظت على شكلها وما اتحللتش، لأن كان واضح إنها متحنطة بطريقة غريبة. وقدر وقتها يعرف إن سبب حفاظها على شكلها ده كان جاي من خلال عملية تحنيط طبيعية من التراب الدياتومي الموجود في المنجم، واللي يعتبر نوع من الصخور الرسوبية ومادة طبيعية بتشكل جزء كبير من القشرة الأرضية. والمميز في التراب ده إن ليه خصائص مميزة بتخليه يقدر يحافظ على الجثث، من خلال إنه بيمتص الزيوت والدهون والسوائل من الجثث وبيجففها، وبيمنع إن البكتيريا والفطريات والديدان تهاجمها. والصحفي ده قال كمان إن دي مش كائنات تم العثور عليها بعد تحطم جسم غامض، ولكنه لقاها في مناجم الدياتوم واتحجرت لوحدها مع مرور الزمن، وإن دول كائنات ذكية وعاشت معانا على الكوكب، ولازم إننا نعيد كتابة التاريخ من أوله، ونبقى معترفين بحقيقة إننا مش لوحدنا في الكون الفسيح ده، وإن دي حقيقة لازم نتقبلها من هنا ورايح. ولو جينا بصينا على شكل الكائنات دي فهنلاقي إنها شبه شكل الكائن الفضائي اللي كان في فيلم الخيال العلمي الشهير ET، عبارة عن جسم صغير ضعيف وليه راس مدبب وطويل وعينه كبيرة ومدورة وعنده 3 صوابع بس في كل ايد. وبيقول موسى ان دي المرة الاولى اللي بيتم فيها تقديم حياة خارج كوكب الارض بالشكل والادلة الواضحة دي، واننا بنتعامل مع عينات غير بشرية ملهاش علاقة باي نوع تاني بعالمنا، وان الموضوع لازم نبصله من ناحية انسانية مش من نظرة سياسية بحتة. واحد هيقول لي طيب يا عمدة ايه هي الادلة اللي بتثبت كلام الراجل ده؟ بص يا صديقي، لو جينا بصينا على الأدلة اللي قدمها الصحفي ده في الكونجرس المكسيكي، فأول حاجة هي إن الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك عملت ما يعرف بالكربون ديتنج أو تأريخ الكربون علشان نقدر نحدد عمر الكائنات دي. طيب إزاي بقى بيقدروا يحددوا عمر الجثث من خلال تأريخ الكربون ده؟ الطريقة دي بتعتمد على قياس نسبة عنصر الكربون 14 المشع، وزي ما احنا عارفين إن عنصر الكربون هو عنصر أساسي بيدخل في كل تركيبات الحياة زي البروتينات والدهون والحمض النووي، وعن طريق انبعاث اشعاع من الكربون فبيبقى للكربون نظائر، واحدة من النظائر دي هي الكربون 14. والجو كمان بيحتوي على نسبة معينة منه، وبتنتج من خلال تفاعلات الأشعة الكونية مع بعض جزيئات الغلاف الجوي، وبتستهلك الكائنات الحية نسبة من الكربون 14 بتعادل الكمية الموجودة في الغلاف الجوي. ولكن لما الكائنات الحية دي بقى بتموت فبيتوقف استهلاك الجسم للكربون 14، وبيبدأ المخزون الموجود في جسمه يتحول لعناصر تانية عن طريق الإشعاع. ومن خلال معرفة نص عمر إشعاع الكربون 14 فبنقدر نحدد وقت وفاة الجثة بمنتهى الدقة. وبالطريقة دي قدروا يعرفوا أن عمر جثث الكائنات الفضائية دي ما بين 700 ل 1800 سنة.
بس للأسف الطريقة دي رغم إنها دقيقة ولكنها ممكن ما تكونش صحيحة بسبب عوامل كتير بتأثر على نسبة الكربون 14 زي التلوث أو التحنيط. أما عن الدليل التاني اللي قدمه الصحفي ده فهو إن تم تسليط أشعة سينية أو إكس راي على الجثث دي في وقت جلسة الاستماع في الكونجرس، وظهر للموجودين وجود بويضات أو مبيضين لجثة من الجثث، وقدروا كمان يرصدوا غرسات مصنوعة من معادن نادرة زي معدن الأوزميوم في الجثة التانية. ومن المعروف إن معدن الأوزميوم هو رقم 76 في الجدول الدوري وإنه معدن نادر على سطح كوكبنا. أما عن الدليل الأخير فموسن قال إن الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك عملت تحليل وإعادة بناء ثلاثية الأبعاد للحمض النووي للجثث، وقدرت تعرف إن أكتر من 30% من الحمض النووي للعينات غير معروف، وده بيوضح إن الجثث دي مش جزء من تطورنا الأرضي. وعلى الرغم من الأدلة العلمية اللي قدمها الصحفي جيمي موسن، ولكن ده برضه ما يضمنش إن ادعاءاته تكون صحيحة، خاصة لو بصينا على تاريخه المهني. يعني هنلاقي إن الراجل ده من زمان وهو باله مشغول في استقصاء الأمور الغامضة زي الكائنات الفضائية والأجسام الغامضة الطائرة. وفي سنة 2015 قدم موسن ادعاءات غلط عن اكتشاف لجسم غريب في البيرو، وبعد كده اتفضح وعرفنا إن الجثة دي مش لكائن فضائي ولكنها موميا لطفل بيعاني من تشوه في الراس، والتشوه في شكل الراس والمنظر المستطيل ده مش طبيعي، ولكنه زي ما علماء الأنثروبولوجي بيقولوا إنه ناتج عن ممارسة طقوس دينية قديمة بتخلي الجسم مستطيل الشكل من خلال ربط رؤوس الأطفال الصغيرين بقطعة قماش وحبل وحتى خشب علشان تبقى بالشكل ده. أما عن آراء العلماء في الموضوع ده فظهرت لنا العالمة والباحثة جوليتا فييرو اللي بتشتغل في معهد علم الفلك في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، وقالت إن الأرقام الكتيرة اللي عمال يقولها الصحفي ده ملهاش أي معنى، وإن جامعتها ما عملتش أصلا تحليل الحمض النووي إنما مجرد تحليل للتأريخ الكربوني لمعرفة عمر الجثث. وقالت كمان إن الأشعة السينية عمرها ما هتكشف إن الكائنات دي بشرية ولا لأ، وإننا هنحتاج لتكنولوجيا متقدمة أكتر من كده علشان نتأكد. وقالت إن الصحفي ده قال لها قبل كده إن الكائنات الفضائية بتتكلم معاه دايما علشان هو بيؤمن بوجودهم ومش بينفي وجودهم زيها. وقتها علق الصحفي موسن وقال إنهم بيحاولوا يسرقوا منه فكرة وجود الفضائيين علشان يشتغلوا على تحليلها وما يكونش ليه أي دور في الكشف عن كنز الأمة زي ما بيسميه. واحد من أهم الناس اللي كانت حاضرة جلسة الاستماع دي هو مسؤول المخابرات الأمريكية سابقا ديفيد جروش، واللي قال كلمته من شهرين قدام مجلس النواب الأمريكي واتكلم عن السلطة التنفيذية في أمريكا وإنها إزاي بتخبي وبتخفي الأسرار اللي عارفاها عن الفضائيين والطائرات الغريبة المرصودة عن عيون وأذهان الكونجرس والشعب الأمريكي. ده غير اتهام جروش للوكالة المسؤولة عن إدارة أقمار التجسس الأمريكية على إنها بتخفي البرنامج عن الكونجرس. والحقيقة إن مناقشة المعلومات السرية والقسم اللي مقدمه جروش للحكومة منعه من تقديم أدلة قوية. وبعد شهر من كلام جروش في جلسة الاستماع في واشنطن وفي محاولة لإصلاح الوضع، كشف مكتب البنتاجون عن إطلاقه لمكتب الحالات الشاذة في جميع المجالات AARO وإنشاءه الموقع ويب جديد بيسمح لأي حد من عامة الناس إنه يوصل لمعلومات تم رفع السرية عنها بخصوص المشاهدات اللي تم التبليغ عنها للأجسام الطائرة الغريبة المعروفة باسم UAP. وده حصل بعد ما حدد مدير المخابرات الوطنية أكتر من 144 حالة مواجهة عسكرية للأجسام الغريبة من سنة 2004 لحد سنة 2021، ومن بعدها بدأ العدد يزيد بشكل غريب. ولو عايز تبص على كل الحالات اللي تم التبليغ عنها هسيب لك لينك الموقع ده تحت في الديسكريبشن. أنا عايزك تتخيل بقى لو الجثث دي فعلا هي جثث لكائنات فضائية حقيقية زارت أو عاشت على كوكبنا يوما ما. ساعتها ده أكيد هيكون اكتشاف عظيم هيغير من تاريخ البشرية ومستقبلها، وهيخلي المكسيك رائدة في مجال البحث عن الحياة الفضائية. وساعتها ممكن تكون أمريكا فعلا كانت بتخفي علينا وجود الكائنات دي وبتحاول تتوصل من خلالهم لتكنولوجيا تفيدها، وممكن فعلا يكون في تواصل سري بيننا وبينهم، وتكون حادثة مدينة روزويل اللي حصلت سنة 1947 كانت لكائنات فضائية حقيقية. ودي كانت عبارة عن سقوط جسم غامض في ولاية نيو مكسيكو في أمريكا، وساعتها نزل خبر في جريدة روزويل إنه عبارة عن تحطم لطبق طاير حقيقي. ولكن بعد ساعات معدودة تم إخفاء المركبة والحطام والتستر عليها، وقالت ساعتها الحكومة الأمريكية إنه كان عبارة عن بالون استطلاع. ومن ساعتها بدأت الأقاويل بخصوص إن الحكومة فعلا بتخفي عننا وجودهم. ولكن لازم ما نستبعدش كمان إنه ممكن يكون كل اللي قدمه موسن ده ما هو إلا حيلة إعلامية لجذب الانتباه ليه، وممكن ما تكونش مبنية على أدلة علمية قوية بتثبت صحتها. ولو عايز تعرف أكتر عن مشاريع سرية وغامضة زي دي هتلاقي حلقات كتير اتكلمت فيها عن المواضيع دي في قناة التانية غموض بلا حدود، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، وهستنى أعرف رأيك في التعليقات
وكالعادة هسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن، ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو. ولو انت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص، ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.